مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية على قناة الحدث الإفريقي. قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب لتصلكم الأخبار فور نزولها. رحب رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي أمس الاثنين باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء داعيا فرنسا إلى المساهمة في تسوية هذه القضية الاستراتيجية. وكتب زعيم حزب الجمهوريين في تغريدة على تويتر: أرحب باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، سيادة المغرب لا جدال فيها. ودعا زعيم الجمهوريين بهذه المناسبة فرنسا إلى تسوية هذه القضية الاستراتيجية. وفي نفس السياق قال الخبير الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي: إن قرار إسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء من شأنه خلق دينامية جديدة يمكن استثمارها من أجل إعطاء دفعة جديدة لمسلسل السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الخبير الفلسطيني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هناك دينامية حقيقية في علاقات إسرائيل بعدد من دول المنطقة من ضمنها المغرب يتعين استثمارها من أجل إعطاء دفعة جديدة وحقيقية لمسلسل السلام. وذكر بأن قرار الحكومة الإسرائيلية هو أيضا جزء من حوار قائم بين إسرائيل والمغرب مبني على تعاون وتفاهمات على عدد من القضايا الجوهرية التي تهم الطرفين. ولفت إلى أن هذا الاعتراف هو جزء من هذا التطور الذي يريده المغرب، وتجاوبت معه إيجابا إسرائيل، متوقعا أن تفتح هذه المبادرة آفاقا واعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل أقاليم الصحراء المغربية. وأوضح أن المغرب دولة ذات سيادة لها على غرار كل بلدان العالم حسابات ومصالح يقيم علاقات بناء على هذه المصالح، مشددا على أن المملكة المغربية ظلت ملتزمة تاريخيا بدعم القضية الفلسطينية وأبدت تعاطفا واضحا إزاء هذه القضية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وفي هذا الصدد ذكر الخبير الفلسطيني بالدعم الموصول الذي يقدمه المغرب لصمود المقدسيين في القدس والحفاظ على هوية المدينة ومعالمها التاريخية والدينية. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة. وشدد أيضا على أنه سيتم إخبار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار. وفي رسالته إلى جلالة الملك أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس إيجابا فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا. وفي نفس السياق قال السفير الممثل الدائم السابق لإسرائيل لدى الأمم المتحدة يهودا لانكري أن اعتراف إسرائيل بسيادة المملكة المغربية على صحرائها هو أيضا اعتراف بالدور الذي يطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز مسلسل السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأمر يتعلق بقرار سائب يشكل تطورا كبيرا في العلاقات بين البلدين، وقال: كانت لحظة منتظرة ومنسجمة تماما مع تطور العلاقات بين الدولتين. ولفت إلى أنه على المستوى الثنائي فإن هذا الاعتراف سيعزز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. أما رئيس مجلس جهة العيون السقية الحمراء سيدي أحمد ولد الرشيد أكد أن الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء يعد مكسبا في إطار انتصارات تحققت بفضل تأني وحكمة وتبصر الملك محمد السادس. وأوضح ولد الرشيد في تصريح للصحافة أن هذا الاعتراف ذات الشكل القانوني والكلمات القوية ينضاف إلى المكتسبات الدبلوماسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وقال: إن ساكنة الأقاليم الجنوبية نثمن جميع خطوات جلالة الملك في كل التصورات التي تمت ترجمتها إلى مكتسبات نجني ثمارها اليوم كأمة مغربية. بينما الأستاذ الجامعي محمد بن حمو أكد على أن قرار الدولة الإسرائيلية الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه يؤكد القناعة المتنامية على الساحة الدولية بعدالة القضية الوطنية الأولى. وأضاف بن حمو أن القرار الإسرائيلي ينسجم أيضا مع روح وإطار الدينامية الإيجابية للعلاقات بين البلدين، وبالتالي يأتي تتويجا لعملية سياسية ثنائية بفضل تبصر جلالة الملك. وأكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية أن هذا القرار سيكون له صدى إيجابي للغاية في أوروبا والأمريكيتين، لأن بعض الدول التي لا تزال في المنطقة الرمادية ستجد نفسها مضطرة إلى تبني موقف أوضح.
وقال: الموقف الأكثر واقعية اليوم هو الاعتراف بأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية قضية عادلة. وفي سياق ذاته أشار بالحمو إلى أن هذا القرار الإسرائيلي لن يكون له أي تأثير على موقف المغرب تجاه القضية الفلسطينية. إن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء سيفتح المجال أمام تعاون أوسع ومكثف بين البلدين، سيمتد ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، هكذا قالت الباحثة الجامعية الإسرائيلية أورونا بازيز. وسجلت الجامعية الإسرائيلية على قرار الحكومة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا القرار جاء منسجما مع الاتجاه الطبيعي للأمور، مبرزة أن ثمة أمور كثيرة ستترتب عليه تتعلق بالخصوص بتطوير ودعم الاستثمارات والمبادلات التجارية وتطور المبادلات الثقافية. وذكرت بالدينامية الكبيرة التي شهدتها القضية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، والتي جسدت في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الدولة المغربية على صحرائها وقرار عدد من البلدان فتح قنصليات لها في المدن الجنوبية للمملكة. وفي رسالته إلى جلالة الملك أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا. Thank you.